نشوف مع حضراتكم جزء من كلمة بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة، قال إيه ونرجع نكمل كلام. Technically, last press conference after during the game of the Wadi Degla, you talk about you have a weakness in the problem in the side of Mohamed Hani. At this game, you cover this and you solve the problem and see Mohamed Hani is one of the men of the match and one of the best players in the team. How did you make up the arrange to solve this problem? And even Akram Tawfiq, you didn't give him the chance. You keep Mohamed Hani, you give him the chance, and today he was one of the best players in the match. Assalamu alaikum. Yeah, look, what's important in football is to find solutions. Football will always, any match will always give you question mark on your team. You can ask all these big coaches, Pep Guardiola and whatever. There's always a question mark on your team. كل فرق المدربين كبار زي جوارديولا كل المدربين تسألهم دايما تلاقي في الماتشات كل ماتش في علامة استفهام أو حاجة معينة بالنسبة لهم. What's important is what he just said that now Hani played better tonight. المهم زي حضرتك فضلت وقلت إن هو هاني النهاردة لعب أفضل الماتش اللي فات. عارف يعالج المشكلة. And that's what we want. وده اللي إحنا محتاجينه. There's a lot of positives tonight. إحنا عايزين مفيش حاجات في حاجات إيجابية كتير النهاردة. Positives. We scored 4 goals. سجلنا 4 أهداف. The challenge we have of scoring 2-0 and then we have stress. We scored the third and the fourth. كان دايما عندنا ضغط بنسجل 2-0 ويجي فيه أو حاجة مضغوطين سجلنا الثالث والرابع وأمننا المباراة. We managed to give other players a chance to play because of overload. وقدرنا طبعا عندنا زحمة فقدنا لعيبة ثانية لما كان كسبان أهداف كبيرة نزلت لعيبة ما كانتش بتلعب خدت زمان مشاركة. But it was not even one of our best games. لكن برضه مش من افضل ماتشاتنا. We might have scored 4 goals. لو سجلنا 4 اهداف برغم ان سجلنا 4 اهداف. You ask me, am I happy with the performance? No. تسالني انا سعيد برغم الاربع اهداف على الاداء؟ لا انا مش سعيد عن الاداء. But I'm happy with the results. لكن انا سعيد بالنتيجه. And what matters most now? والاهم دلوقتي is the results. هو النتيجه في المرحله دي اهم حاجه هي النتيجه. Yes, but we didn't play well. لكن ما لعبناش كويس قوي زي ما قلت. We missed a lot of chances. اهدرنا فرص كتيره. But you have to focus on the positives. بس لازم نركز على الايجابيات. اوكي حديثا السيره ثاني حد ثانك يو اتفضل حسين صوت محمد حسين محمد حسين تيك ذا بينالتي شوت ذا بينالتي از اكسبشن تو بي ا سكور اور از ا نورمال ات ويل بي ويل علي ديسايدد تو جيف هيم ذا بول هو علي معلول هو اللي بيشوط نمره واحد ويعني قرر ان يديه وهو يلعب انت شايف يلعب الشريف از بين سكورينج جولز وشي بيسجل اهداف سام تايمز ذا كوتش يو دونت جيت انفولف ايفري وير ففي حاجات المدرب ما بيتدخلش فيها بيسيب اللعيبه تقرر ده ما بين اللعيبه ما لناش دعوه last time Ali gave the penalty to Badr كم مره ده علي ده ضربه الجزاء لبدر and Badr scored وبدر سجل منها so it's better to have the players who give another one a penalty than for them to fight for the penalty who scores the penalty. افضل ما تلاقي لعيبه تحب تدي زميلها يلعب ضربه جزاء احسن ما يتخانقوا بينهم بعضهم مين اللي يلعب so مين اللي ينفذ ضربه الجزاء. Again that's a positive. فده برضه دي حاجه ايجابيه ثانيه برضه غير الحاجات اللي احنا قلناها. كالعاده موسيماني لما بيكون في مؤتمر صحفي هو دائما ما يتحدث عن اي شيء سلبي حصل او بيتحدث او بيحب يركز على اي لاعب عنده تالق يعني دايما بيبقى زي ما احنا عارفين في ظهر اللعيبه دايما بيحب ان هو يدافع عنهم كمان حتى لو في اي هجوم اي كلام بيتوجه ليهم فدي حاجات بتميز المدير الفني المحترم عندنا حقيقي ويمكن كمان انا تابعت امبارح بعض يعني الاستوديوهات التحليليه كريم وقريت شويه حاجات كده بنتكلم ان حاجه عجبتني جدا كان حد بيتحدث يعني محلل بيتكلم ان يا جماعه احنا عايزين دايما نكون في ظهر اللعيبه بتوعنا ممكن يكون لاعب مثلا بيلعب مباراه مش جيده ويكرر هذا الاداء في مباراه بعدها ولكن هذا اللاعب ممكن يكون ليه رصيد كبير قوي مع الاهلي وممكن بعد كده لو احنا ما ضغطناش عليه يبقى ليه رصيد جميل قوي وكبير قوي كمان بعد كده ففكره الضغط على لاعب سواء بالمباراه احنا هنمشي ده شيء مش صح ابدا وبالتحديدا او تحديدا في الفتره اللي احنا فيها يعني انت بتتكلم دلوقتي وهو ده كان رايه الشخصي بس هو عجبني بصراحه بيقول لك انا مش عايز اشوف كره دلوقتي حلوه على قد ما عايز اكسب انا عايز اكسب الوضع بيختلف الحسابات دلوقتي بتختلف انا قدامي 6 مباريات مهمين انا عايز اخش يعني ما تكلمنيش في احنا ليه بندافع مش بنهاجم ما تكلمنيش انا الكره باصيتها ازاي ولا اللعيبه عندي عملوا ايه كلمني في السكور انا عايز اكسب ف
معرفش التحليل ده عجبني، ولكن الشق الاولاني هو اللي كان فعلا انا بتفق معاه فيه جدا، ان انا مش مفروض اضغط على اللعيبه بتوعي. في لاعب احنا بشر، وفي ناس بتكون مجهده، وفي ناس بتبقى خارجه من اصابات، ما انت عندك اصابات دلوقتي تاني، فربنا يوفقهم ولكن احنا لازم نكون برضو في ظهرهم. يعني هو دي نقطه هو اساسيه اعتقد، هو ما بيضغطش، لكن الناس بقى على وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي بتضغط. وبعدين المشكله كمان ان هوندس ايه، الامر لا يخلو من الانتقاد. انت بتشجعي فريق بتحبيه وحاسه بالانتماء تجاهه، وبطبيعه الحال نفسك ان هو يفوز في كل المباريات اللي بيدخل فيها ايا كانت ايه البطوله اللي بيشارك فيها، بس طريقه الانتقاد فاهمه ازاي؟ في انتقاد اللي هو بناء، اللي هو ما تقدريش، ما غلطتيش في حد، ما جرحتيش في حد، ما قللتيش من مجهود حد. في ناس بقى طريقتها في الانتقاد تكرهك في الحاجه نفسها، يعني يقول لك مثلا ده فلان ده راجل كفتاجي، ده ما ينفعش يبقى مع الاهلي، ده